بكم إلى موجز إخباري من قناة آر تي في موسكو. رصد ناشطون حشودا عسكرية تركية على الشريط الحدودي المقابل لمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي وسط حديث عن عملية توغل وشيكة ضد قوات سوريا الديمقراطية هناك. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة آر تي مباشرة من موسكو. أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافراف في ختام محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون أكد الاتفاق على مواصلة العمل في إطار محادثات أستانا وجنيف لحل الأزمة السورية. من جانبه قال البيت الأبيض إن ترامب عبر عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع موسكو. وفدنا إلى واشنطن حسن زيتوني والمزيد. أكد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي أنه لا يشك مطلقا في تدخل الحكومة الروسية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب منه وقف التحقيق في تلك المزاعم. إذن بالعودة إلى حلب وإخراج القوافل من الاتجاهين من حلب الشرقية ومن بلدتي كفريا والفوعة، معنا مراسلتنا من حلب وفاء شبروني. طبعا وفاء أنت تتابعين سير القافلات من الاتجاهين، دعينا في آخر التطورات. مرحبا دكتور وفيق، بداية في كلمة ترامب من أبرز النقاط التي تحدث عنها هي علاقة الصداقة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، هل يطمئن ذلك الدول العربية تحديدا وهي الدول التي استشعرت خطرا من فوز ترامب في هذه الانتخابات؟ نعم، تحدثنا أن ترامب هو رجل أعمال. أول سؤال، هل يمكن إدارة اقتصاد دولة مثل ما بنفس الطريقة التي يدير فيها ترامب شركاته الخاصة؟ ثاني سؤال هو كان يعني نحن نتحدث عن اختلاف في التصريحات قبل وبعد انتخابه رئيسا، ولكن ترامب كان يهاجم الصين وثم غير تصريحاته هذا قبل أن يصبح رئيسا، فماذا ننتظر بعد أن يعني بعد أن نجح في تولي الرئاسة؟ أهلا بكم مجددا متابعينا على صفحات ومنصات آر تي على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه التغطية الخاصة بعيد النصر، هذه التغطية التفاعلية. نحن الآن خلفنا يعني نرى الآليات وهي تستعد للدخول بعد تقريبا 20 دقيقة لبدء الاحتفال رسميا داخل الساحة الحمراء. كما ذكرت هذه التغطية التفاعلية، وبلال أنت تتابع التعليقات. نعم، لدينا الكثير من التعليقات. أهلا بكم متابعينا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بآر تي. إذن اليوم الأخير من بطولة كأس القارات، تشيلي وألمانيا وصلتا إلى نهاية هذه البطولة، إذن هو اليوم الأهم والذي سيحدد من هو كأس أو الفائز ببطولة كأس القارات. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.